اليوم عندنا تقرير كذا مرتب بإذن الله، راح نتكلم عن بعض الأمور الصحية والعادات الصحية والعادات السيئة اللي ممكن احنا ما نمارسها، لأنه أغلبنا يعاني من مشكلة أحيانا أنه يعني شلون يمسك الطريق إلى حياة صحية وحياة مرتبة. ما شاء الله، نشوف التقرير؟ يلا بسم الله. ما شاء الله، يلا نشوف التقرير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنا ذاك الشخص اللي وده يعدل النظام الغذائي ويعدل صحته ويهتم بصحته أكثر وأكثر، لكن يا إما مشكلته ما قاعد يحصل النتيجة، أو أنه من الأساس مو بعارف كيف يبدأ ويمسك هذا الخط. تقريرنا اليوم راح يوصلك بإذن الله إلى مرحلة رياضية صحية راح نتعاون فيها جميع عشان نوصل لهذه المرحلة ونحقق النتائج. حياكم الله، وننتقل من هنا إلى الطائف عند المدرب والكابتن عبد الله الجفري. عبد الله عندك الميكروفون. طبعا يا أخوي عزام، زي ما تعرف عالم الدايت وعالم خسارة الوزن الذي أشبع، ولكن هناك مفاهيم خاطئة في هذا العالم، مفاهيم كثير خاطئة كيف تكون البداية لحياة صحية أو لنمط صحي. أبرز السلوكيات اللي يجب أن تتعدل طبعا من السلوكيات الخاطئة اليومية اللي هي إهمال شرب كمية كافية من الماء، خصوصا أثناء التمرين، لأنه في بعضهم قد يصل مرحلة الجفاف، فالماء مهم جدا لتوازن حرارة الجسم وأيضا لترطيب الجسم وأيضا تحسسك بالشبع، خصوصا أثناء الأكل وقبل الأكل وبعد الأكل أيضا. طبعا هناك مفهوم خاطئ عند الكثير اللي هو التركيز على التمارين أكثر من التغذية، التغذية والتغذية والتغذية وبعدها التمارين. من أبرز السلوكيات الخاطئة اللي يمارسها الكثير عدم حساب السعرات الحرارية أو الاحتياج اليومي من السعرات، بمعنى حسابك لسعراتك الحرارية راح توصلك للهدف اللي تبغاه، سواء زيادة وزن أو خسارة وزن. حساب السعرات الحرارية جدا سهل، هناك تطبيقات جدا كثيرة لحساب السعرات الحرارية. من أبرز السلوكيات الخاطئة اللي هي زي ما تشوفون اختيار السناكات غير الصحية أو الوجبات السريعة غير المحسوبة، هذه قد تكون سبب رئيسي في زيادة الوزن. لذلك دائما إذا اشتريت أي منتج حاول أنك تطالع في القيمة الغذائية عشان تعرف تحسب سعراتك، وأيضا الوجبات السريعة حاول أنك تقلل منها قدر المستطاع. ويعطيك العافية كابتن عبد الله على المعلومات الشافية والوافية والكافية، وشكرا للمخرج والمصور المبدع بدران العروسي على مساعدتنا بتصوير هذا التقرير. أتوقع خلاص ما صار عندك أي عذر، على رياضتك على طول واحتياجك اليومي من الماء معك. شفت التقرير؟ ما شاء الله، وتعليق ما شاء الله تبارك الله. أول شيء مسي بالخير على حبيبنا الجميل أبو جفري. حياك الله أبو جفري. عبد الله جفري. إيه نعم، ما شاء الله تبارك الله. أول شيء ما شاء الله تقرير زين، وجفري ميهي بمستغربة منه الصراحة. أي. العادات الجميلة والجيدة والصحية. بالنسبة للأكل الصراحة عجبني يوم علق الأكل. مهم والله الأكل، والله صحيح. مهم جدا. أول شيء أنت لما ترتب يومك الغذائي ما أتوقع أنك تحتاج تروح المطعم أو تروح بقالة تأخذ لك شوكولاتة السكر ألف، السعرات عالية جدا ممكن تسبب لك زيادة سمنة أو زيادة عطش. صحيح. أو زيادة أشياء كثيرة، ومشاكل أصلا السكريات وخاصة موضوع السكريات. حنا أغلب أكلنا يعني خلال يومك مليان سعرات بأشياء بلها، بل لو حنا نركز فيها أكثر أرقام ترى ما هو اللي قاعدين ناكله، لأنه ما نحس بهذه الأشياء. وموضوع صح. السكر بالذات غير مشاكله يعني اللي هو السمنة وما السمنة، مشاكله الصحية. صح. عدد أصلاً مرضى السكر يعني حتى أنه الآن يعتبر أعتقد أنه من الوباءات، يعني الله. وباء صاير الموضوع، أصبح من أكثر الأمراض المنتشرة. يعني تلاقي حتى الواحد هو صغير فيه السكر يعني. صح. بالضبط. في النهاية هي أنت أشياء كنت تسويها من قبل، يعني ممارسات كنت تسويها في الأكل، حلويات غير صحية، حلويات هي كثرها عندنا. الشيء الثاني موضوع السعرات، أتوقع أنه موضوع سهل. أي. يا شباب والله العظيم موضوع السعرات لو واحد بس
اسبوع واحد بس دقق فيه كيف سعرات اليومية احتياجه اليومي السعرات، اتوقع انه عرف صار الموضوع عنده سهل بدون ما يحسب، يعرف اليوم كم اكل وشاكل زيادة. هذا لو واحد ممكن يقول له انا بانفلت في الاكل، لكن لو واحد عارف نظام الغذائي يعرف ايش يفطر وايش يتغدى وايش يتعشى، ما اتوقع انه يشوف موضوع السعرات وكيف وشلون. لكن هذا اللي ضايع في الاكل وده يخفف يشوف موضوع السعرات، يحب الشوكولاتة طيب شوف السعرات كم احتياجك، كل شوكولاتة حسب احتياجك أنت تقريبا. صحيح. ومن أهم الأشياء برضو اللي يمكن حتى أذكرها عبد الله جفري، الأخذ أو أخذ الكمية الكافية من النوم والقسط من الراحة، علشان أول ما تقوم من النوم إذا أنت نايم جيد أصلا راح تمارس رياضك بشكل مرة ممتاز وبشكل يومي من غير أي تعب أو إرهاق. صح. حتى أسامة المثل الشهير، العقل السليم في الجسم السليم. أريد الجسم، أنت تحتاج إلى أكل جيد، إلى يعني تغذية جيدة بشكل عام، ممارسة رياضة، نوم جيد، يعني كل الممارسات اللي قاعدين يعني نعيشها في الحياة بشكل سيء ترى مرجعها الأصل هو الممارسات الغير صحية سواء في الأكل أو في النوم إلى آخره. هي عادات موجودة، لكن المطلوب والشيء اللي إحنا ودنا أصلاً نوصله ونصله إحنا أصلاً بأنفسنا هو الترتيب وتقنين هذه العادات. يعني صح، أحسنت. عندك الله يسلمك. الأشياء العادات الجميلة في اليومية، الآن موقف السيارات دائما أنا أوقف بعيد عن المكان اللي أنا أبغاه. أحسنت. لو أفكر من جانب ثاني أني راح أمشي، راح أسرع في المشي. هذه الأشياء اليومية، الرياضة السريعة اللي أسويها في اليوم في المشي، سواء كان التمارين اللي في البيت بعد النوم، فترة العصر فترة المغرب، أشوف أنها سهلة. موضوعها سهل جدا، بس أني لابد أني أحط لها وقت. والأشياء الثانية أستفيد منها من ناحية المشي للتسوق، مشي أدور المواقف سيارات ما قلت أوقف بعيد عشان أمشي. صحيح. وكذلك المسجد وغيره، يعني كونك تستغل الموضوع بالمشي وتحريك الجسد أفضل بكثير من السيارة والاعتماد عليها. يعني يعطيكم العافية حبيبي.